مشاهدينا ومستمعينا السلام عليكم حلقة جديدة من زوايا لهذا الأسبوع وتتابعون فيها أرقام مقلقة تسجلها نسب الطلاق في لبنان فما وراء ارتفاعها وكيف يمكن قراءة انعكاساتها في واقع مأزوم ومجتمع متصدع أول افتتاح أول محطة لبنانية لشراء النفايات المنزلية وتصنيعها فما هي آليات عمل هذه المبادرة وأي دور منتظر للفرز من المصدر في معالجة أزمات في لبنان البيئية والاقتصاد أهلا بكم 26.5% هي نسمة نسبة الطلاق في العام المنصرم، من ضمنها عدد من حالات الانفصال، انفصال الخطوبة، وخلفها طلاقات مقنعة لزوجين لا يفصلهما عن الطلاق غير طفل ونظرة اجتماعية تصم المطلقات، أو عجز عن تحمل التكاليف. هذا الملف الذي أثارته إحدى الصحف بأرقامه المقلقة، فتح لنقاش واسع حول أسباب تفاقم هذه الظاهرة. وما تستوجبه من معالجات نكمل أحد فصوله في حوارنا اليوم مع مديرة مركز سكن للإرشاد الأسرية المستشارة التربوية والأسرية الأستاذة أميرة برغد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أميرة. أميرة نرحب بك ضيفة عزيزة شكرا ودائما نلجأ إليكم بهكذا أمور أصبحت معضلات للأسف معنا كنا عم نحكي تحت الهوى قد المسألة اليوم باتت صعبة معقدة بظل كل الظروف المحيطة وخلينا نحن وياك اليوم نتشارك مع المشاهدين والمستمعين لماذا الطلاق بهذه الحدة وارتفاع النسب وخلينا نقول أنه ليس كل ما ذكر هو اللي عم بصير في طلقات لا تسجل وما ما بيتم إحصاء يعني ممكن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير قراءة عامة في البداية مع حضرتك لأبرز أسباب ارتفاع نسب الطلاق اليوم بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء شكرا على الاستضافه وايضا نستهز الفرصه لنقدم التهاني والتبريكات بهذه الايام بولاده صاحب العصر والزمان أهلا ان شاء الله تكون هذه المناسبه مناسبه لتغيير يعني اعطاء جو الامل والتفاؤل لما بنحكي عن الطلاق بيكون جو فيه شيء من الحزن وشيء الكدر من الكدر نعم. لا في انو ما في شك انه نسب الطلاق هي الظاهره ما في شك انه هي عم بتعم العالم بشكل عام حتى العالم العربي كله يعني انت ذكرتي عن لبنان لبنان جزء من العالم العربي اللي ايضا يعني كمان على موقع الجزيره كانوا حاطين نسب الطلاق بكل العالم العربي فنسب مصر مثلا ارقام مخيفه جدا مخيفه م. يعني عندنا اكبر رقم عندنا بالكويت م. يعني بالكويت توصل ل 48% أوه. هذا الاحصاء تقريبا ب... بتجي... مصر بالدرجه الثانيه 40% م. يعني نحن نحكي 26 بلبنان 26.5 شيء مقلق ومثل ما تفضلتي هذا الشيء اللي محصي ولكن م. ما بنعرف شو هو الشيء اذا في ما فيهوش احصاء آه ولكن ايضا مثلا تيجي بالمرتبه الثانيه والثالثه آه بتيجي آه عندنا آه عفوا بالمرتبه الثالثه والرابعه الأردن وقطر بنسب 37% أرقام عالية آه، لبنان عم بيجي بالمرتبة الرابعة بس جاي هو والإمارات بالمرتبة الرابعة آه، بالإحصاءات على موقع الجزيرة الإحصاءات بتقول 34% أوه. مش 26 م. ممكن هلا باعتقادي انا على حسب الدراسات اللي انا طالعتها في شيء اسمه معدل عام لانه بتختلف من المدن عن القرى نعم بعدين في اشياء مسجله بال بالدوائر الرسميه في اشياء غير مسجله أو بالدوائر الرسميه نا. هلا بس هذا الشيء السودان 30% العراق 22 السعوديه 21 يعني هيدي نسب مخيفة مثل ما تفضلتي شو السبب ليش هالظاهرة بهالشكل أنا باعتقادي أنه إذا حللنا إذا شفنا نسب الطلاق يعني إذا شفنا نحنا أنه مثلا لما بيجي عندي أنا بالمرتبة الثالثة والرابعة بيجي الأردن وقطر طب هو بلدين مختلفين يعني مرات الواحد بيفكر أنه من الأزمات الاقتصادية عم بيرتفع نسب الطلاق بس لا هون في عندي بلد ممكن تكون ازماته الاقتصاديه كبيره وعندي بلد تاني لا المفترض مرتاح ماديا لما بنيجي بالمرتبه الرابعه بنشوف لبنان والامارات عندهم تقريبا نفس النسبه فاذا المساله بالحقيقه انا باعتقادي هي ثقافيه نحن اليوم تحت تاثير الفكر الليبرالي انتشار انتشار النزعه الفرديه والنزعه الماديه بين الناس هيدي النزعتين هن نقيض لما يسمى بالنزعة التعاونية التشاركية اللي تطلبها الأسرة. طلبها الأسرة بالأسرة المفترض اثنين بدهم ينسوا حالهم ويفكروا بالمجموع لما بيكون كل واحد نزعته الفردية قوية ونزعته المادية قوية مصالحهم بتتضارب اذا ما كانت الاسره بالنسبه لهم هدف اساسي اذا لم يكونوا مدركين اهميه وجود الاسره في المجتمع اذا لم يكونوا مدركين خطوره عدم الحفاظ على مؤسسه الاسره وديمومتها وما سيترتب على ذلك على الاجيال القادمه على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد اذا ما في ادراك لهذا الامر ما بيعود في تمسك بهذه المؤسسة بتصير المصالح الفردية هي اللي طاغية ما بيعود في الواحد عنده تحملات ليش بده يتحمل ليش بدي أصبر أنا قادر أعيش لحالي طيب اليوم بيقولوا لك استاذة أميرة أنه عم تحكي يجب أن يعمل كلا الشريكين كل الأطراف لصالح أو لمصلحة المجموع نعم طيب إذا المجموعة اليوم مش مرتاح كيف بدنا نكمل؟ لا ما هو كيف المجموع بيرتاح؟ في أسرة مضطربة، أنا في الأسرة في تزعزع، في شيء غلط بالتواصل، مين؟ عم بيأثر بشكل مباشر آه على الأولاد، النزاع صاير واضح قدامهم، الع... ال... الاختلاف وعدم التوافق ظاهر وله إنعكاسات مباشرة عليهم، نفسيًا مم. وحتى ب... بحياتهم العملية بالضبط بالضبط 100% اللي عم تتفضلي فيه انه في عنا ازمه تواصل احنا في عنا عده مشاكل بدايه أديش قديش قناعتنا بمؤسسه الاسره ثانيا شو مشروعنا لهيدي المؤسسه لما بنبلش فيها هل احسننا اختيار الشريك اللي حنكفي معه مشروعنا يعني عنا مشروع واضح ان كان شاب وان كان فتاه التقينا صدفة التقينا حبينا بعضنا قررنا نتزوج هي نزوة عاطفية ولا هو مشروع اللي بيعمل مشروع بيخطط لإله بيكون عارف شو الأهداف منه بعدين بيعد حاله لإله اليوم خلينا نحكي بأي مؤسسة أخرى ها؟ أي مؤسسة أخرى مؤسسة بشرية واحد إذا بده يفتح مصلحة بده يفتح دكان يعني ها؟ اذا ما قادر هو لحاله يعمل الدكان بفتش على شريك بس بفتش على شريك يكون عنده نفس الهدف يكون بده يحمل معه نفس المسؤوليات شريك مسؤول شريك هو مقتنع فيه اي شريكين بمؤسسه تجاريه الاسره مش مؤسسه تجاريه الاسره مؤسسه فوق التجاريه مؤسسه انسانيه, إنسانية. بس نعم. انا هحكي على صعيد المؤسسه التجاريه بنكون حريصين على حسن اختيار الشريك بنكون حريصين على انه اهدافنا واضحه ما بتصيرش مشاكل بين الشريكين باسره تج... بمؤسسه تجاريه بتصير بدور الزوايا مش هنشو مشان المصلحه المشتركه فاذا على قدر ما انا مقتنعة بأهمية الأسرة على قدر ما أنا بعرف ما هي الأهداف لهذه الأسرة ما هي المهام لهذه الأسرة على قد كمان ما أنا معد لانه اليوم انا لما بعمل مؤسسه اليوم حتى اذا بدنا نروح على مؤسسه تجاريه، اذا اثنين عملوا مؤسسه تجاريه وليسوا معدين لهذا النوع من العمل بيفشلوا. فاليوم نحن عندنا ازمه على صعيد المعرفه باهميه الاسره، عندنا ازمه على صعيد الاختيار اختيار أه. الشريك، عندنا أزمة على صعيد الاستعداد جهوزي. يعني الدراية بمهام الزوجية ومهام الوالدية، عندنا أزمة على صعيد إعداد أنفسنا م. لأنه للأسف المدارس لا تعد لهذا الأمر، الجامعات لا تعد لهذا الأمر بقى لما بنفوت على على هذه المؤسسة نحن مش معدين نضيف إلى أنه داخلين بأحاسيس وبنظرة فردية ومادية إذا ما عنا مهارات التواصل السليم شو بده يصير؟ اختلاف ما عالجنا بتواصل سليم صار في أذية بلش الأذية كلامية بتنتقل لمشاعر بتنتقل لحواجز نفسية بتنتقل لثورات غضب بتنتقل بعد هيك لأحقاد ونروح بعد هيك على الطلاق كمان هذا اذا كمان تعنيف جسدي والى اخره آه يعني مم. التعنيف اللفظي انا بالنسبه لي التعنيف اللفظي يعني هو تعنيف كافي يعني أقصر. يعني مش ضروري يروح بعد. على التعنيف الجسدي يعني م. ويمكن يكون هلا يعني فكره التعنيف الجسدي او ما بعرف يعني الصراحه هاي بدها بدها احصاءات ولكن يمكن أقل انه قد من هي منتشره م. يمكن اقل من قبل بس التعنيف اللفظي ما بنستهين فيه م. اليوم الانسان عنده كرامته عنده احاسيسه عجبني أحد القضاة لطيف يعني بيقول أنه صار لي أربعين سنة عم بيشتغل قاضي بيقول وجدت أنه أغلب حالات الطلاق سببها رد المرأة الأحمق وغضب الرجل الأعمى هلا شو مقصود برد المرأة الأحمق يعني الحمق لما بتحطي حتى ما حدا يعني يتحسس من الكلمه لما بتحطي الكلام بغير موضع لما بتقولي كلمة هي مش لازم تنقال بهذا المكان يعني التسرع برد غير مناسب غير حكيم والغضب الأعمى أيضاً اللي ما متناسب مع الموقع ومع الـ مع الظرف ومع الـ هيدا هذا الشيء بيعمل حاجز كتير كبير وبالنهاية أه قبل ما يصير في تعنيف جسدي يعني انا ما بتصور كل اللي رايحين على الطلاق صار عندهم تعنيف جسدي يعني بس حتى التعنيف الكلامي ما عادش بيقبلوه صحيح آه بالتالي بنروح على الطلاق بنستسهل الطلاق م. نعتبر انه ايه ما انا ما بقى بدي اياك وانا ما بقى بدي اياك تحديدا بهذه النقطه نستسهل الطلاق آه كان في تعليق ملفت على الدراسه التي صدرت نعم. باحدى الصحف اللبنانيه نعم. او اذا بدك يعني هذا هذا المقال بتقول هيك رأي حابة إنه آخذ تعليقك فيه بتقول ربع اللبنانيين يطلقون هذه حالة إيجابية برأيي بعتقد هذا العدد كان موجود لكن بطريقة تانية زوجين تحت سقف واحد يطلقان فعليا وليس عبر لا. المحاكم يعني هون الطلاق الفعلي برأيي الآن أصبح الطلاق أسهل وهذا أمر جيد لماذا يرى الناس الأمر بطريقة سيئة نعم. شخصان لم يتفقا بعد فتره من المعاشره فقرر الانفصال هذا كل ما في الامر هو عقد شراكه حياه كاي خطوه اخرى محكوم عليها النجاح او الفشل من الجيد ان يتوقف البشر عن الدهشه من سماع اخبار الانفصال والطلاق ومن الجيد ان تصبح الامور عاديه ومريحه عندما تنظر الى الامور بهذه الطريقه يصبح الزواج مريحا اكثر تكمل الطريق مع الشريك لانك تريد ذلك ليس لانك لا تريد الطلاق ذلك شوف آه يعني تبسيط الامر بهذه المساله فيه مغالطه كبيره اليوم ليش نحن آه لما بيكون في زواج رجل وامراه ما بيضل هو رجل وامراه نحن اليوم في اولاد يعني اغلب حالات الطلاق عم بيكون في ولد ولدين اذا ما كانش اكثر ما عادش المسألة إنه أنا وأنا والشريك اللي معي ما اتفقنا بقى شو صاير بنترك بعضنا وبنرجع أنا بفتش على شريك آخر أكثر انسجاما وهو يفتش طب هالأولاد م. أصلا مؤسسة الأسرة شو مهامة مؤسسة الأسرة هاي المؤسسة الأسرة الوظيفة الوحيدة لإلها انه تفسح مجال لاثنين يعني شريكين يمارسوا الحاجات الجنسيه او العاطفيه مع بعض فقط ولا هي المصنع واللبنه الاساسيه في المجتمع التي تخرج الأجيال والتي تربي الأجيال والتي تنقل منظومة القيم من جيل إلى جيل والتي تحافظ على السواء النفسي لهذا الجيل الجديد والتي تعطيه الأمان العاطفي والتي تعطيه أيضا الاكتفاء العاطفي والتي تسهر على حاجاته الجسدية والنفسية هذه هي مهمة الأسرة اليوم إذا كنت إذا كان بدهم يجربوا يعني عواطف نساء ورجال الأفضل ما يروح يتزوجوا ما يروح يتزوجوا ويعملوا اسره وبالتالي بعد هيك يجنوا على هيدول الاولاد عم تحكي عن الموضوع كانه تجربه تجربه إيه؟ هن عم بيتعاملوا معك كانه تجربه إيه؟ انا هون قد بدي اسال انا ليش بدي فوت انا بهيدي التجربه اللي الا الى ثمره يعني الى مثلا انا انا اليوم بفتح انا اذا كنت مش مختص تربويا يعني بروح بفتح مدرسه وبجرب بالطلاب وبقول خير ان شاء الله اذا فخس فشلت المدرسه مش مشكل لا انا بدي اعد حالي لهيدي المهمه اللي انا فتت عليها وهوني هيدي المشكله هيدي تبسيط الامور والدخول على الزواج على انه تجربه صلحت بنستكمل ما صلحت من دون دراسه من دون اعداد هذا فيه جريمة بحق الأجيال الصاعدة أوه. اليوم ما في حدا يختلف بالاحصاءات العالمية وانكتب بهذا المسائل كتب كثيرة جدا وانكتب في الغرب قبل ما ينكتب في الشرق كتب كثيره جدا عن المآسي والفاتوره الكبيره اللي عم يدفعها المجتمع من حيث الاستقرار، الاستقرار الاجتماعي ومن حيث ال... نسبه المدمنين ونسبه المتساويين بالشوارع ونسبه الم... المصابين بالامراض النفسيه من وراء اهتزاز منظومه الاسره ومن وراء فشل منظومه حتى الاسره حتى لو كان الاباء اكثر وعيا استاذي اميره برغول. كيف أكثر يعني اليوم الاباء عم بيكونوا متنورين عم يتعاطوا آه هيك بشكل آه اكثر رحابه نحن بدنا نكون عم نريح اولادنا اذا هيدا القرار اخذناه آه يعني هيك بناخذه عن وعي في حالات عم تكون انه انا بدي ما خلي هذا القرار او الخيار اللي, اللي اتخذناه اقل ما يكون ضررا واثرا على ابنائنا يمكن هذه المسألة ما كانت عم تتم مراعاتها من قبل لا مش هيك ما عم تشوف المسألة رايحة باتجاه أكثر إيجابية أنا وجهة نظري واللي نحن عم بنشوفه وصدقا بقول لك بكل الاستشارات بكل الاستشارات ما ما ممكن يصير حدث طلاق لا يؤثر سلبا على الأولاد ويترك بصمات مؤلمة في حياتهم وفي نفسيتهم وفي البعض منهم ما بينش ما لا يشفى من هذه الأمراض قد ما كانوا الاهل اصلا مثلا نحن لما بالاسلام بيقول فراق باحسان مش هيك؟ يعني هذا لما انا بيجي بقول انه انا بدي اعمل طلاق حضاري كما يقول البعض هذه مش شغله اخترعوها هلا جديد اصلا الاسلام اصلا الله سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق قال اذا كان ولا البد يحصل طلاق فليكون باحسان م. يعني هذا اللي عم نسميه نحن بهلا بالمصطلح الحضاري ولكن قال في نفس الوقت بان الله يغضب بانه ابغض الحلال أبغض الى الحلال. الله ويهتز عرش الخالق للطلاق طب لماذا ما شرط الله سبحانه وتعالى في الطلاق ان يكون باحسان م. ومع ذلك مع لو لو طبقناه باحسان الله سبحانه وتعالى يهتز عرشه لهذا الطلاق، يعني انه حتى لو طبقت باحسان، حتى لو كانوا الاهل واعيين، حتى لو كانوا حريصين على مصلحه اولادهم، الولد الولد لا يريد من هذا الوجود الا ان ينعم بامن في ظل اب وام متحابين. المشكله انه نحن ما عم نبذل جهد حتى نقبل بعضنا. حتى نفهم بعضنا حتى نتحمل بعضنا وأنا مأكدة وخلي يكون حدا يروح يعمل إحصاءات إنه أكثر من نصف اللي بيطلقوا بيرجعوا بيتزوجوا وبزواج لا يقل مشاكل عن اللي كان سابقا وبكون حامل أعباء وأثقال الزواج الأول كمان. إضافة. وبيكون الأولاد كمان عم يدفعوا في هالد الفاتورة من أم مثلا آه متزوجة وعايشين مع ام الاب مش بيهم او من بي عايشين مع ام الام مش امهم وقد ما كان الاب صالح وتقي وقد كانت الام صالحه وتقيه لن يكون كل افراد عائلتهم بهذا المستوى الولد عم بيسمع من هون مزمه في بيه ومن هون مزمه في امه نحن هذا الجيل اللي بده يطلع اذا بده يكون سوي من الداخل هو كان الاسره شو مهمتها م. الاسره مهمتها انه تعطي للولد تجربه في مجتمع صغير عن كيفيه التعايش اللي فيه موده ورحمه م. كما يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الروم عن كيف لما بيختلفوا بيقدروا يتفاهموا كيف لما بيختلفوا بيقدروا يلاقوا حلول مشتركه كيف لما بيتحدثوا مع بعضهم بيقدروا يكونوا عم بيراعوا الاحترام الكافي عم بيراعوا آه كرامة بعضهم كيف بيكونوا عم بيتنازلوا يعني كيف بيقدموا مصالح بعضهم على مصلحتهم الشخصية هذا وين بده يشوفوا الولد م. إب الأجيال ال ال القادمة أين ترى أمامها كيف أتعامل بتقوى كيف أتعامل باحترام كيف أتعامل بمحبة كيف أضحي كيف أعطي كيف أ... كثير جميل هذا النقاش وأنا خايفة من الوقت أصدت, أصدت آه. أنا إذا أنا صرت طلاق إذا صار طلاق م. وين تعلموا الولد الأولاد هذه المسألة لن يتعلمونها أبدا م. فالأولى أو أنا بقول إنه إذا ما في شيء دواعي كبيرة جداً <applause> للطلاق المفترض انه نلاقي حلول مشتركه وانه ندور الزوايا ونستعين نستعين بالاختصاصيين اللي ممكن يساعدونا بهذا مهمه كثير هذه النقطه ونشدد عليها انه لانه مرات الانسان بيعجز بيوصل لمحل يشعر بنوع من الاحباط او من الياس لما يعني بيبعت او بيخلي مشكلته تنشاف من منظار ابعد منظار المتخصص آه آه بيقرا المشهد بشكل اوضح بيقول شو قله وشو عليه نعم شوف بدنا نبلش آه نبلش صح م. حتى ننتهي صح نحن بدنا نتخ... نتوجه للشباب والشابات م. لازم يحسنوا الاختيار م. ما يتعجلوا بالاختيار لازم يعملوا دورات ليعرفوا كيف بيحسنوا الاختيار لازم يستعينوا بالمراكز وقت الاختيار مش ينطروا لبس يفشلوا بالاختيار تلاقي كيف انه اذا انت بدك تتاكدي من انه خيارك سليم او انت بدك تتاكد من انه خيارك سليم استشير 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 اللي اكبر منك او استشير المتخصصين حتى ما تاخذ خيار مستعجل طيب بعدين اسال قبل ما تتزوج عن شو يعني مهمة الزوجية والوالدية أعد نفسك لهذه المهمة اتعرف على الجنس الآخر اتعرف على الفروقات بين الجنسين اتعرف على الفروقات بين الوظيفتين داخل الأسرة اتعرف على التربية كيف بدنا نشتغل فيها إذا إجانا أولاد طيب عال ما لحقت تتعرف وتزوجت صار عندك مشاكل ما تنطر لتتفاقم المشاكل جميل. لتروح تسال مم. بأول ما تحس انه في شيء بقلبك بلش يتغير مم. اول ما تحس انه بلشت تنفر من الشريك او انت تنفري من الشريك فورا استشيري حتى ما تبني حاجز كبير يصعب السدود بين آه بعض بخطي. طيب استاذه اميره برغوله على اهميه هذا الحديث نعم مهم آه كمان هون يعني تعقيبا ايجابيا الفت انه تفضلت بالبدايه وانا هي النقطه كنت واقفة عندها بالتعريف انه ليش عم بصير في طلاق بتقولين انه الناس ما بقى عم تقدم مصلحه المصلحه العامه المصلحه المشتركه للاسر او للمجموع على مصلحتها وما عم ت... يعني اخر شيء طريقة أو يعني بأخرى ما عم تفني حالة صحيح بهذا المحل طيب ما هي مش تفني حالة ما مم. هو الفناء متبادل آه. ما هو ما هو نحن دائما بنخاف من بيقولوا لك أب... يعني بيطلع لك حدا بيقول لك انه انا ليه بدي افني حالي بهذا المحل اليوم ش... عم تقولي يا حضرتك انه انت بتفني حالك بايدك لما بتترك الامور تتراكم اول شيء اذا ما اخترت صح طيب سائبت ما اخترت صح انت ما استدركت ابتداء انه في مشكله وحليتها تكت الامور تتراكم صار في فناء لبيتك مش انه هي هيك يمكن الى حد ما ما عزيزتي دائما نحن دائما الانسان عن جد جحود ها. الانسان يحتاج هو مفتور على العيش المشترك م. مش مفتور على ان يعيش متوحد ها. هذا الانسان عنده مكاسب كثيره من الزواج هو ما بيشوفها مهم. بس بيشوف خسائره من الزواج بيشوف قديش عم بيعطي وما بيشوف قديش أخد آه. آه العطاء هو مش من طرف واحد آه خاصة النساء دائما بيشعروا أنه أنا فنيت حالي على الفاضي لا مش أنتي وحدك عم تعطي كمان اللي قدامك عم بيعطي هلا هل ما فينا نقيسهم على المسترة يمكن في محل امراه عطت اكثر من الرجل في محل يمكن رجل عطى اكثر من مرأة. من الامراه بنرجع نحن بنقول انه هيدي لها علاقه كثير كبيره بانه انت مؤمن او غير مؤمن هل انت مؤمن بانك انت خلق موجود على وجه الارض لك رساله لك وظيفه خليفه لله انت على وجه الارض وانه الحياه الدنيا هي ممر للاخره انت عم بتصمد لحياة لنفسك انت ما عم تفني نفسك، انت عم بتصمد لنفسك، انت عم بتصمد لبقائك، هلا لما حدا بده يحكيني ما مؤمن بالاخره حديث اخر. حتى اللي منن مؤمنين بانه في اله ولا مؤمنين بالاخره هي تجربه الغرب، تجربه الغرب بتدلني على انه كل اللي اخذوا الطريق لحتى ما يعملوا شراكه حقيقيه واسره حقيقيه فيها تكامل وعطاء متبادل انتهت حياتهم بوحده مرعبه وبندم كبير وهيدا مكتوب في كتب كثيره جدا يعني خلي بس العالم تقرا وتطالع التجربه الغربيه من وراء تحطيم مؤسسة الأسرة يعني نحن إذا بدنا نحكي خلينا نشوف جي شو كتب بموت الغرب خلينا نشوف ألفين توفلر شو بيحكي بصدمة المستقبل خلينا نح... نشوف شو بيحكي ألان دونو بنظام التفاهة خلينا نشوف بريجينسكي شو بيحكي بالانفلات بكتابه الانفلات بدافيد بوبينو شو بيحكي بكتابه عن الحياة من دون أب خلينا نقرأ لأنه نحن اليوم بال... بالشرق محظوظين انه بهذا الموضوع انه في حدا جرب قبلنا ها خلينا نشوف لوين وصلت تجربتهم خلينا نعرف لوين وصلت تجربتهم لنفكرها ما نفكر انه اللي عم بنشوفه بالافلام هو هيدا تجربه الغرب اللي عم بتورجيك الجانب المشرق من التحرر من الرابط العائلي انه شو عم بياخذ من السعاده خلي يورجيكي لوين عم توصل اجيالهم ولوين عم توصل نهايه المسنين عندهم نا. اللي عم بيعيشوا من دون عائلة ومن دون أنس بالأولاد نحنا لما نقول عم نفنى لا نحنا كل واحد منا بيعطي وبياخد ما في حدا بيعطي من دون ما ياخد بتقولي لي الطلاق بقول لك انا في ثلاث اسباب ممكن سريعا عن انتهى عند الطلاق م. م. انا لما بده يجبرني الشريك على ارتكاب الحرام م. هون انت عم تحكي متى يصبح الطلاق ضروره ضروره لا منه. أيوة لكن ليش الله حلل الطلاق مم. مم؟ لما بدو يجبرني الشريك على ارتكاب الحرام يعني بدي أخسر أنا آخرتي هون أنا بكون عم بفنى على عم بفنى بالبلاش مم. أو لما بدو يضيق علي الشريك ويهجم على كرامتي بالحد اللي فيه هاتك حرم حرمة يعني أنا تهتك حرمتي تهتك حرمتي أمام أولادي أمام جيراني أمام أهلي أمام, الناس. أمام المجتمع فهوني هذا شيء إن الله أوكل لابن آدم كل شيء إلا أن يزل نفسه جميل. إيه؟ أما لما بدو يكون في خشي على الحياة اليوم في مرات بيكون سبب الطلاق انه في احد الزوجين مصاب بمشكل نفسي يعني ممكن بيهدد حياه اللي موجودين معه القران نفسه بيقول فان خافا الا يقيما حدود, حدود الله, الله. لما بتوصل لامور بس هذا امتى بعد الاستشاره مش قبل الاستشاره يعني مش انا لمجرد قلقت انا وزوجي كبر كلام علي كبرت كلام عليه وصلت الأمور لعنف يمكن عبداية العنف الجسدي أو يمكن يصير بين الناس عنف جسدي قمت خلاص أخذ طلاق قرار بالطلاق وهنا نحكي عن تدخلات المحيط آه اللي ممكن تكون مرات كتير سلبية سلبية ومرات بتكون إيجابية بس مرات بتكون سلبية نعم طب أنا عملت كل جهدي لما بعمل كل جهدي وبصير وبيصير أنه بالرغم من كل هالجهود كل أنا رح أوقع بهودي ساعتها أكيد الطلاق وهون بيصير عندنا بتقولي انه بدنا نتعامل باقل الخسائر مم. بيكون ما في مجال بس غير هيك اذا في مجال للاصلاح طبعا هو الاولى بدنا صبر بدها كذا هو الاولى ليك المراه التي تطلق هي الاولاد او اكثر خاسر مم. ثم المراه والرجل بنفس المستوى اثنيناتهم بيخسروا ما يفكروا هدف حقيقة مهم جدا وضروري ودائما هيك الوقت بينتهي بسرعة معك أستاذة أميرة برغل وندعو أنه دائما يضل في هذا التكثيف بهذا الاتجاه للتوعية خاصة للأجيال المقبلة كنا نحكي أكثر عن نشاط مركزكم بهذا الخصوص والجمعيات المشابهة لكن الوقت انتهى أنا والله بس بس سمحتيني ب يعني أقل من دقيقة يلا سريعا جدا اليوم <applause> اليوم يجب يجب ان يعني نطرح نظريه المجتمع هل يقوم على محوريه الاسره ام يقوم على محوريه الفرد إذا المجتمع يقوم على محورية الأسرة المسؤولية مش بس على الشباب والشابات والفشل الفشل عم بيجي لأنه المدارس ما عم بتقوم بدورة مم. لحفظ الأسرة الإعلام ما عم بيقوم بدوره لحفظ الأسرة القوانين والتشريعات ما عم بيقوم بدوره لحفظ الأسرة ما عم نقدم المساندة الحقيقية لمن يؤسسون أسرة عم نتركهم يتخبطوا لحالهم وهيدا للأسف اللي عم بيحطم بده يكون هالأسرة. في جهود متضافرة مشتركة من كل الجهات بده المجتمع كله ياخد قرار أنه أنا بدي فاز مؤسسه جميل. الاسره ان شاء الله نوصل الى هذا المحل إن شاء كنا نتمنى نحن على عملنا وكل. ملتقى بهذا المجال وان شاء الله يكون في آه يعني في لا لا في بشرة كان كل العائلات الروحية كانوا داعيين يوم السبت الماضي لملتقى لصون الأسرة والقيم جميل ملتقى اللبناني لصون الأسرة والقيم وكان في كلام كثير حلو وإن شاء الله إن شاء الله خير إيه يعني وتظل هذه الجهود مع بعض لا تثمر ما نتمناه جميعا شكرا جزيلا جزي 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 شكرا إيه إيه لكم بكم معكم مشاهدينا ومستمعينا إلى هذا الفاصل ثم أهلا بكم من جديد افتتحت في لبنان أول محطة لشراء النفايات المنزلية وتصنيعها وتعمل محطة الشراء الجديدة على شراء النفايات المفرزة من المصدر مقابل بدل تفاصيل أكثر عن هذا المشروع وهذه المبادرة معنا الناشط البيئي ومؤسس إدارة نفايات لبنان بيير بعليني. أنا فيك شكرا لك نرحب فيك ضيفا عزيزا شكرا جزيلا أه، عم نحكي عن أول محطة لشراء النفايات المنزلية شراء النفايات نعم. المنزلية كيف؟ نعم. خبرنا أكثر أول شيء، الشركة هي تأسست من جراء أزمة النفايات وعندنا أزمة اقتصادية نعم. صرنا نقول كيف ممكن نلاقي شيء حل مشترك ما بين هالأزمتين ونقدر نطلع بصياغة تفيدنا وتفيد البلد وتفيد المواطنين نعم أه قلنا ليش نحن بس نجمع هالنفايات اللي هي قابله لاعاده تدوير مش اي نوع نفايات، آه. البلاستيك، الكرتون، الورق، الطنق، الحديد وما الى هنالك، الجاف اكيدة، آه. نحن بس نكون عم نلمه ونفرزه، نرجع بنبيعه، بكون هذا مصدر الدخل للشركه لترجع تستمر وتكمل، آه. والمفهوم انه النفايات بتخسر والنفايات هي عبء، هذا آه مفهوم فهمونا اياه بلبنان تحديداً نعرف كلنا ياتنا الاسباب وما هي خلفيات هالمفهوم اللي نخلق انما النفايات الدول بتنظر لها بمنظور انه هي دخل وبتدخل مصاري للدوله وبتخلق دوره مم. اقتصاديه وبتخلق فرص عمل بذات حل. الوقت لذلك جينا إنه جزء من الاموال اللي نحن عم نرجع نبيع فيها النف... النفايات القابله على التدوير بمراكزنا رح نشارك فيها هالمواطنين اللي رح يقوموا بدورهم بعمليه الفرز وبتكون طريقه تحفيزيه لها المواطنين يكونوا عم بكملوا ويستمروا ويتعلموا بذات الوقت عمليه الفرز من طيب خلينا نستوضح اكثر هيك عن اليه هالمشروع، كيف من اي نقطه بلش بتبلش القصه من عندنا من البيوت. صح م -م. بدايه اول خطوه لازم نبلش نفرز وجينا نحن قلنا انه اذا حدا حاطط كل الفرزات مع بعضها نستقبلها بس ما فينا ندفع بدل ماده آه. لانه ما بنعرف شو في بداخلها الا انه حيكون في بلاستيك كرتون بس ما بنعرف قديه الكيلوغرام تبعه اما اذا ببلشوا يفرزوا بالاصناف الكرتون والورق لحال البلاستيك لحال التنك م. لحال بيصير في لهم بدل ماده وبيرتفع كل ما تم عمليه الفرز بطريقه طبستية اذا بدك تبيع بلاستيك مخلوط مع بعضه حيكون سعره الكيلوغرام الواحد شيء واذا ان الطبقه لحالها حيكون سعر الطبقه اغلى لانه قمنا بعمليه الفرز من المصدر، وهذه الطريقه بنكون عم نعلم العالم الطريقه الصح ليستفيدوا هني اكثر شيء ونحن نكون عم نشتغل فيهم بطريقه بيئية منيحه، فجمعوا ببيتهم بالاصناف بيوصلوا على مركز عملنا، اول شيء بنسجلهم عنا اونلاين وين مركز عملكم هلا؟ هلا فاتحين بمحطه الاي بي تي على ميرنا الشالوحي الدكوينه يعني الصالومه ومركزنا الاول اللي افتتحناه السنه الماضي بالمدينه الصناعيه بسد البوشيه واذا الله راد رح نفتح باقي الفروع وبدي استهل هالفرصه آه انه خبر المشاهدين وخبر المواطنين اللبنانيه واللي كل عم بيسمع انه رح نكون بكل لبنان وكل حلو. أهم مفاجاه هيدي البشره الحلوه نحن ناطرينها ورح عم نطلق الحملة الوطنية لتعزيز ثقافة الفرز من المصدر وإعادة التدوير برعاية وحضور كل من وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى وبوزارة الثقافة حتكون ب 18 شهر هو 18 شهر مساقب اليوم العالمي للفرز بكل دول العالم 18 آذار نعم 18 آذار آه، رح نعلن عن اطلاق آه بوسته، هالبوسته رح تكون لكافه المناطق اللبنانيه لنزور المدارس، نزور البلديات، نزور الجامعات ونقول لهم جيبوا فرزاتكم لانه هالبوسته جاي لعندكم بدها تعلمكم كيف تفرزوا ورح تدفع لكم حق الفرز اللي عم تجيبوه لعنا ورح نطلقها من من الوزاره بحضور اكيد حتى ورعايه وزير البيئه هيدا اللي بدنا نساله انه وزير البيئه ما قال له كمان بهذا بلا. الموضوع تلت هيدا تلت الملف ضروري يكون ثلاث المعنيين بهذا الملف مم. دكتور ناصر ياسين وزير البيئه استاذ جورج بوشيكيون وزير الصناعه <applause> والحفل عم بيكون اطلاق الحمله من وزاره الثقافه بما انه كل يوم بنقول ثقافه الفرز من المنطقه جميل المده طبعا لا هي الاساس ذهنيه نعم المفروض انه نكرسها نشتغل عليها وبعدين نعم تتحول هذا الشيء بينقال دائما بتتحول الفكرة, الفكره الى سلوك نعم بنصير عم نقدر نمارسه والتكرار بي بي بيعملنا بيعملنا عادي عاده الفرز بطبيعه الحال نحن كثير بحاجه لإلها هالشيء اللي كثير حلو وملفت وعن جد بيثير الامل والتفاؤل بظل كل هالظروف القاتمه اللي عم نعيشها اليوم انه في شيء عم يتحرك بهالبلد مش كله واقف في في دوره اقتصاديه عم تتحرك بجانب او بطابع بيئي يعني عم تراعي نعم آه المساله اليوم اكيد هذا الشيء حلو ومبشر قديه آه مراهنين على تفاعل الناس وتجاوبهم آه استاذ بيير بهذا المحل من خلال التجربه اللي مرقت قد شايفين فعليا في تجاوب عام خاصه انه في يعني بدل صراحه الافتتاح الفرع الاول هو اللي خلانا نفتح الفرع الثاني ونكمل بقصه البوستا والفروع البقوة اللي بدنا نفتحها بكافه الاراضي اللبنانيه بخلال مهله خمسة اشهر قدرنا نستقطب اكثر من 5000 مواطن على مركز عملنا اللي هو كان كنايه عن اصغر اصغر بكثير من المساحه اللي نحن قاعدين فيها حتى كانت تجربه شفنا عالم عم تجي كثير خلقوا اكثر من 10000 عمليه شراء اكثر من 300 طن اشتريناهم كانوا لازم يكونوا بالمطامر وبالطرقات وببرميل الزباله وبالريجارات و... حلو وما الى هنالك قدرنا نحن نستكتبهم من وراء العالم نحن عم نرجع نفتح ومن وراء المواطنين والزبائن عم تجي لعنا فتحنا تاني فرع وبقى نفتح تالت والرابع ليه يعني. الناس او ليه يقال يعني عن اللبناني تحديدا انه مش سائل يعني مش مزبوط. مش عايش مش مفهوم المواطنيه كما ينبغي مش متحمل مسؤوليته تجاه وطنه هو ل... عم نشوف عم يتحرك معقول لانه في بدل مادي في مقابل عم بحركهم هذا الاطار شوفي انا بالنسبه لي المواطن اللبناني فقد الثقه بكل شيء كان عم بيصير بالسابق اغلب الاشياء اللي عم بتصير بالسابق لما انه في كثير اشياء مبادرات كانت ناجحه قبل ولو ما منا ما كان لبنان بعد شوي يمكن واقف على اليوم فقد الثقه وخصوصا انا رح احكي عن قطاع النفايات <applause> كانت العالم تفرز تحط الفرز قدام برميل الزباله حده على اساس بتبقى عتلانه هم المدام انه لا وما لازم يكبوا بالبرميل وهو لازم يروحوا فرز بيجي كم يوم واحد بياخذ كل شيء <applause> طب ليش بدنا نفرز؟ انه شو كان في سيستم غلط كان في سيستم راكب غلط كله على المطمر وكله بندفع لنطمه وكله بلا الفرز وكله كل هالتفاصيل اللي هي فقد ثقة المواطن انت بس تفقد الثقة فرط كل شيء لما خلقنا السيستم انه نقول للمواطن نحن عم نشتغل بطريقة بيئية رقم واحد نحن عم نعلمك بطريقة تحفيزية مم. نحن عم نرجع نخلق فرص عمل حضرتك ذكرت انه الدورة الاقتصادية يعني فرص عمل منورد الصناعيين مواد اوليه عنا عندنا نحن محاسبين عندنا محاميين عندنا موظفين المعمل اللي بنعطيه البضاعه نفس الشيء الدكان اللي بدها ترجع تبيع البضاعه اللي صنع المصنع عنده كمان ناس نحن عم نقول دوره اقتصاديه كاملة يعني هلا مساء بعيد لو كانت افترضنا بلاستيك اشتريناها من الدكانه من الدكانه عندنا خيارين، يا بدنا نشرب نستهلكها للقنينة ونكبها بزبالة وكل شيء رح أحكي عنه باقي حيروح على الفاضي أو فينا نروح على مركز من مراكز إعادة التدوير وليس فقط نحن في العديد بكافة مم. الأراضي اللبنانية، هلا مش نفس الكونسيبت أكيدة بس يوجد وإن شاء الله أنا حتى عم جرب أعمل لندوّع على كلهم عبر صفحاتنا على مواقع التواصل ليعرف كل واحد بمنطقته مين في حواليه على القليلة. مم. لا يقدروا يروحوا ويفرزوا معهم بس يروحوا يفرزوا معهم خلقوا الدورة قاموا بواجباتهم كمواطنين وتحملوا المسؤولية ومفهوم أن الدولة هي المسؤولة عن زبالة هذا أكبر خطأ بتاريخ هاي. لبنان المواطن مسؤول عن زبالته البلدية مسؤولة عن زبالتها الأوتيل مسؤول عن زبالته المركز التجاري مسؤول عن زبيلته. كل حدا بيصدر من عنده النفايات هو مسؤول عنه أنه كيف يعالجها وين يروح فيها وين يكبها خصوصا إذا, اذا تحولت فيما بعد عذرا هون لعبء عليه يعني عم نشوف مرات بصير في ايام او حتى في ظروف معينه شركات جمع النفايات بتاثر او ما بتكون متوفره او كذا تتخيل انت المنظر العام تتخيل الخطر البيئي اللي عم بيصير والصحي علينا هذا اللي بدي احكيه انا في عنا خيار نكبه ونحن بلبنان للاسف بحسب الدراسات عنا أكثر من ألف مطمر عشوائي. مم. يعني للأسف للأسف يعني المطمر عشوائي يعني بين ثلاث أربع بنايات خلص ما في برميل صار هيدا مكب بيجوا بحلوها بيولعوها. بعضهم بيسألوا كيف عم يعني بتزيد نسبة السرطانات ونسبة الأمراض المزمنة نحن تخفيف التلوث مباشرة مم. ينعكس على تخفيف الفاتورة الطبية لدى المواطن اللبناني مربوطين ببعضهم بحث يعني أنا ماني عالم لأشرح عن الموضوع وأرقام بس بصفتي وبخبرتي وباللي بسمعه من الاخصائيين تخفيف التلوث بده يخفف فاتوره طبيه، طب ما انت عم بتكب هالكيس بالطريق ما انت عايش بهالمنطقه بهالشارع بهالمبنى بهال بهالزروب بهال ما كنت تكون انه كأنه كبا وخلص ما بقدر رح ترجع تنعكس سلبا عليك او فيك ترجع تعكسها ايجابا عليك بتنشيط هالدوره الاقتصاديه بتوظيف ناس يمكن يعني يكون خيك يمكن يكون ابن عمك يمكن يكون حدا بيقربك يمكن يكون صديقك اللي عم تخلق له هالفرصه عمل خلي خلينا نكون بالمركز استاذ بيير خلينا نرجع ناكد مش معنيين بالتصنيع إنتو عم تجمعوا هذه المواد المفرزه بالمبدا تاكدوا من فرزها الصحيح وترجعوا تودوها على المعامل او الاماكن المناسبه جزء من الصناعه علينا والإعادة التصنيع في مصانع مختصه نعم بالاعاده التدوير في الكولكتر اللي بيلم وفي اللي بيعمل الفرز الريسايكلينج uh يعني المصنع الفرز واللي هو مصنعنا وفي المصنع اللي بينتج كل حدا له دوره مثل ما خب خبرتك من شوي انه بلاستيك جبناه قسمناه بالاصناف تبعوله فرمناه من ورده لمصنع هو بيصنعه ان كان سحاره طاوله كرسي تحويل أمينة. الى صناعه اخرى مش مهمتكم نعم. يعني نحلم انه يكون عنا بالمستقبل وعم نسعى على هالموضوع انه يكون عنا نحن صناعه بتخص فينا وبدنا انه نعمل هالشيء بس تدريجيا هلا اولويتنا تعزيز وتكثيف مراكزنا على كافه الاراضي ضروري نحن. ضروري جدا لحتى تعزز هالثقافة لما بتصير صح. كمان في مراكز منتشره منسهل على الناس صح. حركتهم وببطلوا محتارين كيف بدهم ينفذوا هذه الفكره او المفهوم طب بالنسبه لنفايات الصلبه الالكترونيه أه شو كيف عم تقدروا تتعاطوا بهذا الموضوع؟ نعم أه بالو... يعني عم تجربوا تلاقوا معالجات بهذا الاطار كمان؟ معالجتنا محدوده انه نستقبلها ونصدرها والمراكز آه. المختصة هي تعيد تدويرها برات لبنان بلبنان على حد أنا علمي ومعرفتي مم. ما في نفايات إلكترونية آه تعالج بطريقة بيئية فنحن اللي بنستلمه من إعادة التدوير النفايات الإلكترونية بنجمعها بنحطها بكونتينر بنبعثها على دول مختصة بمرا... بمعامل تفوق ملايين الدولارات آه تكل... تكلفة هالمصانع وإن شاء الله بيصير في عنا هيك مصنع بلبنان آه وبتكون نحنا شلناها مره وعلى طول طيب، من البلد بس بتستلموا منيح انه نلفت لهذه المساله نعم. يعني حضرتك عديت الامور او المواد يلي بتستلموها. اللي بتستلموها منيح حتى زيت قليل محروق بنستلمه وبنعطيه لمصنع بيعملوا صابون حلو كتير لحتى الناس تعرف كمان انه اذا شيء مثل هذا النوع يعني بين مزدوجين كركيب هن يعني ضايعين فيهم ما يكونوا آه. كمان عم ينزتوا بشكل عشوائي في لهم محلات واللي بتعرف كيف تحركهم بالاتجاه الصحيح مزبوط طيب حقيقه نحن سعيدين بهذا اللقاء استاذ بيير بعقليني ومستبشرين انه ان شاء الله مثل هذه المبادرات نحن بحاجه لها لحتى نكون عم ننعش البلد مش بس بحاجة لناكل ونشرب مش بس الناس اليوم عم تنزعج أو تبكي من الفقر أو الجوع مش بس نحن بحاجة لحصص غذائية مش كل توجهاتنا بالمبادرات بدها تكون للتكافل الاجتماعي على أهميته خصوصي بهالزمن بس كمان نفكر كيف نغير هالمحيط كيف بدل ما نعطي مثل ما دايما بنقال المثل السمكة نقدم السنارة لحتى الناس هي تكون عم تقدر تكفي حياتها بالعيش الكريم طيب خلينا نحكي شوي صغيره وحضرتك ناشط بيئي بي بما بي يتعلق بالفرز من المصدر اليوم حكيت لنا قلت لنا قد ايه اهميه هاي القصه بس اذا هيك بدنا ناخذها بالمفهوم العلمي العام ونرسخها كحقيقه عامه لن نثبتها كمان كضروره واهميه للمرحله المقبله قد مهم الفرز من المصدر بمعالجه ازمات لبنان البيئيه غير الأزمة الاقتصادية قلنا قد كيف عم تتحرك القصص مشكلة لبنان لأنه ما كان في فرز من المصدر الحل هو الفرز من المصدر هيدا شعار معالي وزير البيئة الفرز من المصدر هو الحل هل مهم ما في ولا بلد ما فيه مشكلة زبالة ما بيفرزوا إلا إذا بلد كتير كبير وعنده صحراء وعم بيطم وما معه ما وما بيهموا الريسايكلينج مع أنه عم بيروحوا على اتجاه الريسايكلينج وإعادة التدوير بلا فرز من المصدر ما في حل بلا ما نضحك على بعض لانه اكبر حجم بالنفايات حجم عم نحكي مش وزن حجمه كرتونه بتبقى معبيه بقلب برميل الزباله ما مفتوحه بتلاقي البرميل مفور بتطلع تحت في ثلاث اربع كرتين شيلين للكرتين جالسين هيك بيفضل البرميل حجم النفايات البلاستيك معبيه بتبقى فاضيه من الماء بس معبيه هواء الجالون كذا حجمه كبير بيعبوا المطامر بطريقة كتير سريعة إذا هو قدرنا نستأصلهم صارت عملية فرز العضوة والمرفوضات أسهل بكتير العضوة بتسبخ بينعمل للمزارعين بيتوزع بينباع حتى يعني بينباع للمزارعين وبيطلع أحلى أنواع شتل وشجر من وراء التسبيغ بيبقى في عنا هالعشرين 20% المرفوضات أوكي بنطمها مثل كل دول العالم أوكي في محرقة بغير دول بس اكيد مش وقتها بلبنان، خلينا نحن نمشي باول خطوتين وننفذ عمليه الفرز من المصدر بطريقه صح، بطريقه بيئيه، بطريقه عمليه ومعالي وزير البيئه بالوقت الحالي عم نعمل وعم بشارك انا معهم بورشات عمل مكثفه كتير لنطلع بخطه تنفذ وتكون مش خطه حبر على ورق تكون أبراج. خطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع م. ويكون فيها جزء استرداد الكلفة واللي هو مثل نموذج شغلنا أنه بحيالة لبناني بحيالة منطقة بلبنان بده يعمل مثله حيكون في دفتر شروط ويقدر ينفذها بمنطقته ببلديته بضيعته بالشارع عنده كل ما نكون نحن خبرتنا عم نشاركها مع المواطنين اللبنانية وكل شيء نحن تعلمناه من تجربتنا السابقه تشاركها لاي مواطن لبناني م. عبر الدوله اللبنانيه ليروحوا ي... عبر الدوله في رهان على الدوله اليوم يعني عم تقول بالشراكه مع الوزراء وهذا شيء حلو م. بس قديه ايه بيتقرش فعليا وعمليا على الارض؟ قد الموضوع البيئي اليوم اولويه أنا عند الدوله؟ شخص ناشط بيئي من 2015 16 وناشط بالثوره اللي صارت ب 17 تشرين واول نهار كنت على جسر الرينج لما بلشت الثوره كنت من المشاركين وافتخر بهيدا الشيء اللي عملناه بوقتها لانه اعطانا الدافع لكمل لطالب التغيير اللي انا عم بحلم فيه واللي كتير غيري عم بيحلموا فيه بهالبلد وان كان التغيير عبر قطاع النفايات نبلش فيه إيه فلتكن اذا 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 انا بكون عم بنكر مجهود الدوله بالوقت الحالي بتحسين هذا القطاع بكون انا بلا اصل إيه؟, إيه نعم بالوقت الحالي في جدية تامة وعم شوفها قدامي وعم شارك وعم بتفرج و... وأصلا البوزهرة ما عم بتأثر لما يكون الموضوع عم بيحتك بملف النفايات عم بياخدوا الموضوع بطريقة أكتر من جدية لأنه نحن قادمين على انفجار أسوأ من 2016 بموضوع ملف النفايات ما بطلت رفاهيه الموضوع واصلا ما بقى في مصاري لتتاخذ لتنصرف على هالملف من دون اي جدوى هيدي بد... هي هذا اللي بد... عم نجرب نقوله بده من... حل جذري و... و... كانوا معتبرينه مزراب بمكان ما وهن ما هلا ما واقف فل... ف... 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 طب نستغل هالفرصه ونطلع على الكبانه الكبايه الملانه ما بدها تطلع على الفاضي طلعنا على الفاضي كثير وعيطنا وصرخنا شو صار؟ ما, ما... ما تغير شيء اذا بدك للمضبوط هلا طب مع مين بدنا نشتغل؟ مم. مع مين بدنا نتعاون بهالدوله بهالبلد؟ انه نحن المواطنين ايه بنساعد بعض ومنقوي بعض ومنتشارك مع بعض بس اذا كانت الدولة عم بتشارك بالحل وعم تطرح الحل وعم تمشي بالحل اللي كتير كثير منا نادى فيه من زمان ما تواخذيني كان في قبل ننزل عند وزير بي ونقول له فرز من المصدر حس حالي جاي من المريخ أه. انه حس حالي بغير كوكب انا عم بحكي شيء خيال انه ما موجود هذا الشيء يعني هو كل دول العالم سبق وخبر إيه. لانه وزير منه مختص بمجاله في وزارات من المفترض انه يكون الوزير فيها وزير مختص يعني يكون طبيب هو وزير بيئه مثلا شو دخلهم ببعضهم ما فهمت انه اما واحد مختص بالبيئه دارس وعنده دراسات عليا ودكتوراه وعم يشتغل بالبيئه اوكي انه بتقدر تكون فهمان او فهمين. انه حدا مختص بالبيئه وزير صحه ما بتزبط خلي هول الوزارات الحيويه اللي هي بتسهل يعني بتحسن من وضع البلد لازم تضلها باصحاب اختصاص انا هذا رايي هلا ممكن بعدين يصير في غير وزارات تكون مسيسه بما انه نحن بلد سياسه اوكي بتقول الخارجيه سياسيه انه ما ما حتفرق علينا نحن كمواطنين لبنانيين بالمباشر وزاره الداخليه وزارة في اشياء وزارات مثل الصحه مثل الصناعه مثل البيئه مثل الثقافة مثل التربية لازم يكونوا أشخاص مختصين بمجالهم ليكونوا عم بيفهموا هالمواطن شو بده يعملوا له اللي بده والحمد لله هلا هل بالتعاون مع الوزراء عم بيكون في هالتنسيق وهالتعاون وما بلش امبارح يعني صرنا اكثر من سنه ما هي كل الوزاره صار شي سنه ونص مم. ماكسيم من سنه اكثر من سنه وشهرين اول احتكاك صار بيني وبين الوزراء وبلشت تتطور العلاقه من مشروع لمشروع ل لخطوه لفكره لحل لنموذج وبعد قدامنا من بعد حتى 18 اذار لحديت هلا محضرين اثنين ايفنت غير 18 اذار تبع الحمله الوطنيه حيكون خاصة بعادة التدوير وحيكون الدوله مشاركه فيه لنكون نحن عم نرجع نسترد هيبه الدوله ووجودها بالمطارح اللي هي عم لازم تكون عم تشارك فيها وانا بفتخر انه يكون جزء من هالعمل اللي عم يقام ب... بالناس اللي طلبنا فيه انه عم نشهدوا قدامنا والعالم عم بتشوف و... وعم عم تقشع كل شيء وبعرض كل شيء انا بعمله على التواصل الاجتماعي للمصداقيه وللشفافيه وللعالم تشوف قدامه مين عن جد بده يشتغل للبلد ومين اللي ما بده حلو كتير حلو، حقيقة كنا سعداء بهذه الاستضافة وبكل هالأفكار الحلوة اللي طرحتها اليوم أستاذ بيير بعقليني وحضرتك ناشط بيئي ومؤسس إدارة نفايات لبنان وإن شاء الله يعني إيد بإيد بنقدر نشتغل لنحسن ونطور مجتمعنا نغير كل ما فيه من مساوئ و إن شاء الله ثغرات أكيد مشوار طويل جلجلة مشوار الجلجلة بس نحن بدنا نمشي أكيد لحتى نضمن لا. وطن يفتخروا في ولادنا ويقدروا يصمدوا ويستمروا فيه أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز موفقين إن شاء الله بالحدث اللي عم تحضروا له 18 أدار الحملة وإن شاء الله كمان بكل الخطوات المقبلة أهلا شكرا. وسهلا فيك. شكرا للإستضافة لك. الشكر لكم في الختام مشاهدينا ومستمعينا إلى اللقاء